فالقرآن يقول: معاشر الناس، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وهذا قانون الظلم يقف عنده أمير المؤمنين سلام الله عليه، علي بن أبي طالب، يقول: معاشر الناس، المظالم ثلاث. يجي يقسم علي بن أبي طالب هالتقسيم الطيب، يقول: معاشر الناس، المظالم ثلاث، فظلم لا يغفر، ثم يقول: وظلم لا يترك، ثم يقول: والظلم الثالث إذا جد بطلبه الإنسان غفر له. هذا الأصبغ ابن نباتة، صحابي جليل وشخصية محترمة عند النبي صلى الله عليه وآله، عند أمير المؤمنين صلوات الله عليه، عاشر علي بن أبي طالب. الأصبغ يقول: أنا رحت إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، قلت له: مولاي، أنت تقول المظالم ثلاث، واحد لا يغفر، اثنين لا يترك، ثلاثة إذا جد بطلبه الإنسان غفر له، تعال بين لي أمير المؤمنين. يقول التفت للأصبغ ابن نباتة، قال له: أيها الأصبغ، قال له: بلى، قال له: كل قانون المظالم في الحياة الدنيا لا يصدر من الله عز وجل، بل يصدر من الإنسان نفسه. قال: كيف مولاي أمير المؤمنين؟ قال: واحد، الظلم الذي لا يغفر، فهو إذا أشرك الإنسان بالله، نستجير بالله، إذا واحد صار مشرك بالله، إذا واحد خرج عن قانون الله عز وجل، كما ضرب القرآن الكريم مثال عن فرعون. فرعون قال: أشرك بالله، بعاد قال: لا، واستعلى، مو أكثر، مو فقط أشرك بالله، لا، استعلى، قال: يذبح أبناءهم، يستحي نساءهم. بعدين هجت النتيجة والرد المباشر على فرعون: فبهت الذي كفر، يهلك ملوك ويستخلف آخرين. خلص، بعد راح. ولذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: معاشر الناس، البلاء لأربعة: تارة للظالم أدب، وتارة للمؤمن امتحان، وتارة للأنبياء درجات، وتارة للأولياء كرامة. قالوا: كيف أمير المؤمنين؟ قال: البلاء إذا أحذق بالظالم فاعلم إن في ذلك أدب ذاك الظالم، يعني الله يريد يأدبه، يرجع إلى رشده، باعتبار الله فاتح أبواب التوبة للإنسان وفي حال خطأ الإنسان. الله قال له: تعال، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لكن الإنسان هو لا يقف عند هذه الخاصية وهذه الميزة، فيقع في الأخطاء ولا يلتفت إليها. شاهد، فيقول أمير المؤمنين للأصبغ: أيها الأصبغ، الظلم الأول إذا أشرك الإنسان بربه، ونستجير بالله، ما عندنا واحد مشرك بالله عز وجل. ثم يقول بعدها صلوات الله عليه: وأما الظلم الثاني أيها الأصبغ فمنه ستة. قال له: قل مولاي أمير المؤمنين، طبعا هاي المظالم خو تحدق بنا وتمر بنا ولا نستشعر بها. قال: قل مولاي أمير المؤمنين. قال: واحد أيها الأصبغ، إذا عق الإنسان أبويه، خالف التشريع. تارة القرآن الكريم يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ويجي الإنسان يزج نفسه في عقوق الوالدين وفي عدم احترام الأب والأم. ولذلك علي بن أبي طالب سلام الله عليه يقول: من المظالم التي لا تترك إذا عق الإنسان أبويه. بعد قال: والثانية أيها الأصبغ، جدا دقيقة، جدا دقيقة. قال: ما هي مولاي؟ قال: إذا وطن الإنسان ماله في محل الحرام إلى الحلال. صح، زينة الحياة الدنيا، لكن بالتالي القرآن يقول فتنة، هم المال هم البنون. ولذلك الأصبغ ابن نباتة يقول لي: زدني بيان مولاي أمير المؤمنين عن الثانية، كيف إذا وطن الإنسان ماله في محل الحرام إلى الحلال؟ قال له: جاب ماله وخلاه في مواطن الشبهة، في مواطن الابتلاء، في مواطن الابتعاد والمعاكسة عن الله عز وجل. يقول الأصبغ: قلت لمولاي أمير المؤمنين، أهذا يكن من الظلم؟ قال: بلى، على الإنسان نفسه، ومن المظالم التي لا تترك تصدر بحق الإنسان. قلت: سيدي، بعد هات الثالثة، المظالم ستة اللي ما ينتركن على الإنسان ستة، فواحدة إذا عق أبويه، والثانية إذا وطن ماله في محل الحرام إلى الحلال، وما هي الثالثة مولاي علي بن أبي طالب؟ يقول قال له الأصبغ، قال له: بلى، قال له: عي الثالثة، يعني اسمع ما أقول. قال له: تفضل مولاي أمير المؤمنين. قال له: أما الثالثة فإذا آذى الإنسان جاره، طبعا ذني كلهن وصايا طيبة
وصايا يستفيد منها المؤمن، وصايا لابد للمؤمن أن يحافظ عليها، وإلا مو بالهين. النبي صلى الله عليه وآله يقول: معاشر الناس، ما زال جبرائيل يوصينا بالجار حتى ظننا. إنه عجيب والله، يكون له وارث. ولذلك الأصبغي إلا أمير المؤمنين سلام الله عليه من المواطن التي تصدر بحق الإنسان في قانون الظلم، ما هي؟ قال: إذا آذى جار بعد عقوق والده، وبعد أن زج نفسه في نعم مال الربا ومال الحرام، جاء إلى الموطن الثالث، وماذا صنع؟ قال: وآذى جار. قل سيدي هات الرابعة. قال: وأما الرابعة أيها الأصبغ فكن مع عيالك وأسرتك وبيتك طيبا. قال: كيف مولاي؟ قال: كن طيب. أتذكر سعد بن معاذ؟ قال: بلى. قال: سعد بن معاذ لما تقرأ عن حياته تلقاه شخصية محترمة في محضر النبي صلى الله عليه وآله. سعد بن معاذ كان يصلي مع النبي فجرا ظهرا ليلا، كان لا يفارق النبي قط. ولكن عندما توفي سعد بن معاذ حضره النبي صلى الله عليه وآله، غسل وكفن وحنط وصلى عليه وجاء به إلى موضع قبره. سمعوا معاشر الناس، معاشر الرجال، جاب النبي صلى الله عليه وآله إلى موضع قبره. يوم اللي أنزلوا للقبر بكى رسول الله، بكى بكى رسول الله. التفتوا أصحاب النبي قالوا: يا رسول الله أنت تبكي، على ما تبكي؟ من مثل سعد بن معاذ؟ غسلته وكفنته وشيعته وحنطته وصليت عليه، والآن أنزلت إلى موضع قبره والآن تبكي رسول الله، ليش تبكي؟ التفت النبي صلى الله عليه وآله قال: معاشر الأصحاب اللي جاي تسألون أقل لكم ليش أبكي؟ قالوا: لبلا رسول الله. قالهم: أبكي على سعد بن معاذ لأنه يعذب بقبره. عجيب، يعذب بقبره؟ إي بلى، يعذب بقبره. ليش يعذب بقبره رسول الله؟ قال: سعد كان متكامل الإيمان، كل إيمان من رأسه إلى قدمه، كل إيمان. ولكن سعد كان إذا دخل على عياله دخل عبوسا قمطريرا لا يرى له وجه ضاحك أبد، يعني كان مع الناس فرحا مستبشرا، وكان إذا دخل على عياله دخل عبوسا قمطريرا لا يرى له وجه ضاحك. ولذلك تعال شوف تعاليم الإسلام، طيب الإسلام، صفات الإسلام، صفات المؤمن، لابد أن تكون هكذا في مدرسة آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. فالشاهد أمير المؤمنين سلام الله عليه إلا أيها الأصبغ، الرابع من المظالم التي لا تترك يحاسب عليها الإنسان إذا كان عبوس التعامل مع أهله، مع أسرته، مع عياله، مع أولاده، مع زوجته. ثم قال: سيدي هات الخامسة من المظالم التي لا تترك في الظلم الثاني. يقول التفت له أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال له: أيها الأصبغ. قال له: بلى. قال له: أما الخامسة فإذا جالس المؤمن السيء من الناس. من باب القرآن يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومن باب يجي الإنسان يخالف هالقول السديد لتوفيق حياة الإنسان وقلب الإنسان، يجي خالف هالقول ولا يستشعر به أصلا، ويذهب إلى طريق الخطأ لا طريق التكامل والصواب والحق والحكمة. فقال له، هاي نقطة جدا مهمة، هذا فرد يوم جندب ابن جنادة الأنصاري يقول: اجيت للإمام الحسن سلام الله عليه، الإمام المجتبى شقيق سيد الشهداء، سيد شباب أهل الجنة، قل سيدي أبا محمد نصيحة وجهني بها، أريد منك نصيحة توجهني بها. يقول التفت له، قال له جندب، قال له: بلى. قال له: استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك، واعلم إن الدنيا تطلبك والموت يطلبك. ثم قال جندب، قال له: بلى. قال له: وإذا أردت عزا بلا عشيرة، هيبة بلا سلطان، شو تسوي؟ قال: اخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته. ثم يا جندب إذا نازعتك لصحبة الرجال حاجة، فاصحب من إذا صحبته زانك،
وإذا أخذت منه معون أعانك، وإن قلت صدق قولك، وإن صلت شد صولتك، وإن بدأت منك حسنة عدها لك، سيئة سدها لك، من لا تأتيك منه البوائق ولا يخذلك عند الحقائق. قال له تريد أنت تكون مؤمن، تكون صادق في كل أفعالك؟ قال له بلى. قال له جالس المؤمن من الناس، جالس الصادق من الناس، ولا تجالس السيء. السيء اتركه. ليش؟ لأن الله عز وجل لا يحب مجالسة البطال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما قال كونوا مع البطالين المنافقين، ما قال كونوا مع أهل اللهو واللعب والابتلاء والأمور الكثيرة، بل قال كونوا مع الصادقين. فالشاهد فيقول كذلك مجالسة المؤمنين لا مجالسة عكسهم. ثم يلتفت بعدها إلى الأخير أمير المؤمنين سلام الله عليه، من المظالم التي لا تترك أيها الأصباغ. قال بلى مولاي. قال إذا نسى الإنسان الموت. عجيب هذا الموت معاشر الناس، كون الإنسان ما ينسى. الإمام علي بن الحسين يبكي ودموع جارية. قال له يا ابن رسول الله ما يبكيك؟ علي بن الحسين ليش تبكي؟ يقول الإمام زين العابدين صلوات الله عليه لما يسألوا يجاوبهم، وهو بعد علي بن الحسين صلوات الله عليه، يقلهم فما لي لا أبكي. إن تسألوني عن البكاء فهذا جوابي إلكم، فما لي لا أبكي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري. يقولهم هذا الموقف يراد لبكاء، هذا الموقف يراد لاستعداد، استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك، واعلم إن الأمرين يردوك، أما الدنيا فتطلبك وأما الموت فيطلبك. فعلي بن أبي طالب سلام الله عليه يقول له أيها الأصبغ، يقول له بلى، يقول له ذني من المظالم التي لا تترك على الإنسان يحاسب عليها. قال سيدي والثالثة؟ قال وأما الثالثة فهي إذا جد بطلبها الإنسان غفرت له. قلت سيدي ما هي؟ قال ما قلته لكميل بن زياد، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، تنزل النقم، تحبس الدعاء، تقطع الرجاء، تنزل البلاء، تغير النعم. عجيب، أكو ذنوب تحبس الدعاء، أكو ذنوب تنزل البلاء، أكو ذنوب تغير النعم، من نعم طيبة إلى أن زيل عنك هذه النعم. ولذلك القرآن الكريم يقول معاشر الناس دائما كونوا من الشاكرين، لئن شكرتم لا أزيدنكم. هذا الإنسان إذا يكون باستمرار في دوامة مستمرة بالشكر المتواصل لله عز وجل فإن الله ينعم عليه. الشاهد فيقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه، هذه المظالم هي نتيجة أفعال الإنسان، هذه المظالم نتيجة تصرفات الإنسان، هذه المظالم نتيجة ما يخرج من الإنسان فيقع في الخطأ دون الالتفات، يعني لا يستشعر، مع إن الله عز وجل ذو رحمة واسعة.